يعني سلمى وصلنا لفقرتنا الأخيرة ورح نحكي فيها عن الكثير من المؤسسات يلي يمكن عم تشتغل اليوم لرعاية التميز والإبداع، وخصوصا اليوم رح نحكي عن مؤسسة مبدعون من أجل الوطن يلي أطلقت فعاليتها بالمتحف الوطني يلي زاد جمال طبعا من هي الفعالية. شو أهداف هي المؤسسة وعلى أي أساس انبنت؟ رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع مع الدكتور بهجت عكروش رئيس مجلس الأمناء في مؤسسة مبدعون من أجل الوطن. صباح الخير دكتور. صباح الخير. اهلا صباح وسهلا الابداع. يسعد صباحك واهلا وسهلا صباحك. فيك. يعني تعودنا عليك دائما بالشق الطبي، اليوم هيك ضيفنا بشيء مختلف بالعمل المجتمعي ومؤسسه مبدعون من اجل الوطن، خلينا نتعرف اكثر عليها. صباح الخير. مثل ما حكينا وبنقول انه الابداع دائما سمه من سمات السوريين، اينما ذهب السوريين نرى الابداع، نرى التميز. خلال الأزمة ظهر كثير من الشباب الواعد، الشباب اللي عنده حالات إبداع مميزة جدا، وقدروا يعطوا وقدروا يكونوا يعني عنصر داعم خلال فترة الأزمة، داعم للمجتمع، داعم للأهل، داعم للحالات التميز الموجودة. لكن في نهايات الأزمة بدأنا نفقد هؤلاء الشباب لأسباب كثيرة جدا، أهمها عدم وجود الحاضن. طبعا الدولة السورية الآن وهي الحاضن الحقيقي والحضن الدافئ لكل المواطنين السوريين، لكن هناك دائما في أولويات عند الدولة تكون خاصة في هذه الأزمة، هي الأولويات السياسية، الأولويات العسكرية. لذلك لابد للمجتمع الأهلي أن ينبري إلى احتضان المواهب، احتضان الحالات الإبداعية الموجودة. فكانت فكرة المؤسسة تأتي من هذا المنطلق، من خلال وجودها كمجتمع أهلي حاضن للفعاليات هذه، لهذه الفعاليات، لهذه الإبداعات. وكان دائما خلال فترة الأزمة يعني تذهب باتجاه معين، وهي مشكورة جدا ولا لا شك يقدم لها كل الامتنان والتقدير على كل ما قدمته، لكن لم نفكر في ما بعد الأزمة، كيف يمكن أن نتعامل مع الشباب ما بعد الأزمة. فكانت فكرة هذه المؤسسة بأن تنطلق لرعاية الإبداع، رعاية التميز عند هؤلاء الشباب، والأخذ بيدهم، تدريبهم، صقلهم وتقديمهم إلى سوق العمل. نعم، هلأ حكينا نقطة كتير مهمة ويمكن هي الشغل الشاغل عند الشباب، تحضيرهم لسوق العمل. اليوم كثير من الاشخاص بيتخرجوا من الجامعه وهون الصدمه، بدنا ننزل نشتغل، ما في شغل، ما عم نعرف حتى لوين نتوجه لحتى نشتغل الشغل يلي بيلائم دراستنا، مواهبنا، ابداعنا. هذا الشيء قد ركزتوا عليه وشو هي يمكن اهم النقاط يلي بتحاولوا توصلوها للشباب لحتى ما يوقعوا يمكن مثل ما بنقول بهذا الفخ؟ سيدتي، ببدايه من اهم اهدافنا هو رعاية المبدع ومنعه من الهجرة وتقديمه إلى سوق العمل، من خلال احتضانه وتدريبه وتهيئته لأن يكون واعي لما يحمل ولما يملك هذا الشخص. يعني الكثير من الشباب يملكون حالات إبداعية رائعة، لكن تنقصهم البوصلة اللي ممكن تدلهم على الطريق الصح، ينقصهم الحاضن، ينقصهم الداعم. من هون نحن يعني كمؤسسة ضمن الفريق اللي نحن مؤسسينه واللي اشتغلنا على هاي المؤسسة، قلنا فيها انه هاي الناس اللي بناخذ في بايده على اقل ما يمكن نقول له، نشوف هو بيحس. ما في شخص الا بيعرف انه هو شو الحالة اللي مبدع فيها، شو الحالة اللي عنده فيها تميز. بناخده نحن يمكن من خلال اخصائيين وتخصصيين يمكن يدلوه على الطريق الصح، يقولوا له انت هون تنفع اكثر ما هون تنفع. يعني معلش ولو احكيها بعيدا شوي، اني بيجي نحن هون عندنا حسب العلامات بالبكالوريا فرضا، هي مثال وليس للاستدلال فقط. بجيب هو بيكون هدفه الهندسي، بيحب الهندسي، بيجيب علامات طب بده يفوت طب، ما بيصير انه بنلاقيها بمجتمعنا، لانه المجتمع هيك، المجتمع للاسف في عنده نظره خاطئه بهذا الاتجاه. الانسان كل انسان ينجح بالامر اللي هو بيبدع فيه، وبالتالي شو ما كان يكون، يمكن تلاقي مهنه بسيطه جدا ومبدع فيها الشخص بيكون ناجح اكثر من واحد من طبيب. لذلك الفكره نحن انه توجيه على حاله الابداع اللي موجوده عند الشخص وتنميتها وتدريبها، وعندما يتدرب عليها
وتعطيه المجال ليبدع فيها لن يذهب إلى مكان آخر وسيذهب بالاتجاه الصحيح، وهذا هو عمل المؤسسة الأساسي. أكيد يعني هدف كتير مهم ومجالات كبيرة قدامكم لتشتغلوا عليها وخصوصا مع الشباب. أهم المشاريع بآخر حديثنا اللي راح تكون قريبة ضمن مؤسسة مبدعون؟ طبعا بالنسبة لمؤسسة مبدعون نحن الآن قد أسسنا وهناك فريق عمل من مختلف الحالات العلمية والفنية والثقافية. طبعا هي المؤسسة لرعاية الإبداع الثقافي والعلمي والفني. طبعا المشاريع ستكون مقدمة، ستقدم مجموعة مشاريع، اللجان التخصصية ستدرس كل مشروع على حدة. نحن ما معنيين بكثرة المشاريع بقدر ما معنيين بإطلاق كل مشروع ونعطيه حقه وينجح المشروع. ستكون هناك مشاريع فنية، هناك مشاريع على مستوى الثقافة كبيرة جدا، هناك مشاريع على مستوى التراث وعلى مستوى المنظمات الدولية حتكون حنحاول نستجرها لأن تكون داعمة لهذه المشاريع ودعم المجتمع الأهلي. من خلال هذا الموضوع نحن اليوم أو الفترة القادمة البسيطة سيكون هناك اجتماعات لكل حالة على حدة، يعني الوسط الثقافي سيكون له اجتماع، الوسط الفني سيكون له اجتماع، الوسط العلمي سيكون له اجتماع، الناس أكاديميين تخصصيين ستقدم بعض المشاريع، هناك بعض المشاريع المقدمة من بعض الأشخاص ستقدم وبالتالي تدرس من هذه النخب الأكاديمية الموجودة وإقرار المشروع المناسب. وسيكون هناك دائما يعني مراعاة للوضع الحالي. طبعا نحن في وضع ما كتير مستقر، لكن دائما عملنا نحن هو للمستقبل، لكن لابد من بدايات أنه نبدأ بمشاريع معينة تهم المجتمع السوري، تهم المواطن السوري، تهم المبدع السوري بشكل أو بآخر. ولن ننسى بالمقابل نحن صح مؤسسة ترعى الإبداع والتميز، لكن أبقينا على الملف الإنساني موجود ضمن المؤسسة ضمن المجتمع الأهلي، وهناك ملف إنساني يرأسه رجل أعمال وطني في هذا البلد وتشكيل هذه اللجنة أيضا للقيام بالمشاريع الإنسانية التي تخدم الناس اللي بحاجة حتى للخدمة، لكن الأساس سيكون لرعاية الإبداع والتميز. نعم، فكرة جدا حلوة لكل الأشخاص اللي عم يسمعونا وحتى الشباب. يمكن اليوم صار في ناس بتحس بوجع الشباب أكثر، بتحس بأهمية دعم التميز والإبداع لحتى نحن نحافظ على هي العقول السورية بعيدا عن المحسوبيات، بعيدا يمكن عن الواسطات يلي أنهكت كثير من العالم. شكرا كثير لك دكتور، وشكرا يمكن لكل أعضاء المؤسسة. شكرا لكم وشكرا للإخبارية، دائما بتكون هي سباقة في متابعة هذه الفعاليات المهمة. شكرا لكم، موفقين بكل أعمالكم إن شاء الله. كل الشكر لكم.